الجون ولا زيد نقولوا النوع الاجتماعي به. هي كلمة إنجليزية دونك ظهرت في السبعينات في القرن العشرين، تعني التفريق بين الرجل والمرأة على أساس النوع الاجتماعي ولا على أساس النوع البيولوجي. هذه حاجة مهمة جدا، معناها لو جون راهو مش نحكيو على الجنس، على امراه ولا راجل، ولكن نحكيو على الغول، معناتها على الادوار والوظائف الاجتماعيه للمراه والراجل. الوظائف الاجتماعيه هذيا جات نتيجه لعوامل نجمو نقولوا اجتماعيه، سياسيه، ثقافيه، تاريخيه زاده، اللي تحاول تعطي نظره للدور اللي يجو المرأة ولا الرجل. خلينا نقولوا أنه هالابروش هذية متاع النوع الاجتماعي صار فيها تطورات، معناها اليوم النوع الاجتماعي راهو ماهوش متركز على المرأة بالمعنى الجنس، ولكن زيدا ما يحكيش على المرأة فقط، معناها النوع الاجتماعي راهو يرتكز أساساً على مساواة هك الليكيليبر بين الرجل والمرأة، معناها ما نسيوش زيدا الرجل. اثنين، فما تطورات كما قلت صارت، معناها انه اليوم ما نحكيوش كان على المراه، لكن نحكيو على فئات اخرى اللي هي نكونوا نجم نقولوها فئات مستضعفه، مثل كيما الشباب، كيما لي بيرسون ان سيتوياسيون دو هانديكاب، معناها هذوما فئات مستضعفه زيد تدخل في النوع الاجتماعي. دابور عندنا 70% من النساء في العالم هما نساء اون فادير لي بلو بوفر. اثنين، ان كار معناتها من النساء اللي موجوده في العالم هما فلاحه، ونساء الفلاحه باغ برانسيب اي باغ فيت في الواقع هما معناها فئه مستضعفه. عندنا نساء اللي ماهمش فلاحه، لكن الغول نتاعهم اللي الدور اللي عطاهم المجتمع يخليهم نساء اون فادير مستضعفات، على خاطر كيما رينا في التعريف عندهم ان غول اللي اتاشي اكثر باللي ميناج. هذا جانب، لكن المراه مش كان فئة مستضعفة. المرأة زيدة سي فام أكتريس، يعني عندها قيادات وأثبتت في المجتمع أنها في إطار التغيرات المناخية كانت سبب من أسباب وضع حلول، خلينا نقوله ذكية، حلول معناها تتأقلم مع الواقع المناخي، وكذلك حلول جديدة. أول حاجة خلينا نقوله أنه في إطار الثلاثة اتفاقيات اللي خرجوا من الكونفنسيون تريو، اللي هما اتفاقية التنوع البيولوجي كونفنسيون دو ديفيرسيتي بيولوجيك والاتفاقية لمكافحة التصحر، ومعهم الاتفاقية الإطارية اتفاقية الأمم المتحدة في شأن التغيرات المناخية. خلينا نقولوا أن الاتفاقية هذية ما كانش عندها الموندا نتاعها، ما كانتش فما حكاية اسمها جونغ، معناها كي نتصفحوا الاتفاقية الإطار ما فماش جونغ. سياسيا اتو نشوفوا في لي كوب تجسد في اطار مشاركه المراه وتعزيز دورها في لي نيغوسياسيون، في لي ريونيون او نيفو دو معناتها السكرتاريا الامانه العامه، في البعثات لي ديليغاسيون ناسيونال، يعني البعثات الوطنيه للدول. دونك هذا سي او نيفو بوليتيك، لكن زيد اون براتيك. اون براتيك اش معناها واقعيا؟ واقعيا معناها اون تيرم دو انتغراسيون دو لا فام في الميز اون اوفر دي ميزور داتينياسيون اي دادابتاسيون، معناها خلينا نهبطوا في التيران. ان 2001 لاني 2001 هذيا سيتي ان ديكليك في الكوب الكوب 7 اللي هما جابوا عملوا دونك قرار تكلموا فيه على الجونغ. شنو هو لاسبي اللي ركزوا عليه؟ لاسبي نتاع لا بارتيسيباسيون، المشاركه نتاع المراه في النيغوسياسيون. دونك هذا لاسبي لوليني اللي برز اون فادير في ليغاليتي دي سيكس اي ليكيتي دي سيكس. وزادوا على اساس هذاك قالوا انه النهج هذايا لازم يكون ان برانسيب، مبدا يكون ديريكتور في الميز اون اوفر دي بروغرام ناسيونو دادابتاسيون. هذايا حاجه. اثنين، عندنا الكوب 18 اللي هو ثاني اون فادير ديسيزيون سبيسيفيك، واللي كمل الديسيزيون هذيا الاولانيه اللي هو ولا الجونغ ولا ان بوان بيرمانون في الاوردر دو جور نتاع المؤتمرات الاطراف، واللي هي هذه حاجه مهمه. ثانيا، كما قلنا مانيش باش نحكيو على لي كوب الكل، مي باش نحكيو على ثلاثه نقاط اللي هما بدلوا خلينا نقولوا الخارطه نتاع النوع الاجتماعي في اطار التغيرات المناخيه. اول حاجه سي كوب 20 اللي هي بدات بروغرام دو ترافاي دو ليما. هذايا شنو هو البروغرام هذايا؟ برنامج على سنتين باش يعزز دور المرأة
في المشاركة في النيغوسياسيون مي أوسي في البوليتيك أو ماتيغ دو بوليتيك كليماتيك كيفاش المرأة اليوم دورها باش يكون في السياسات معناها باش يكون دور بالطبيعة أون أمون معناتها في الإطار ليلابوغاسيون والسياسات الكل لكن زادا في الميزون أوفر دونك هذايا لو بروغرام دو ترافاي دو ليما النقطة الثانية هو لو فامو أكور دو باري الجيج قال لنا جاي في عندنا طوطأ قال لنا راهم الدول لازمها تحرص على استقلالية المرأة ولكن زيدا قال لنا حاجتين وارتكز عليهم سي لادابتاسيون التأقلم والغنفورسومون دو كاباسيتي في الطوطأ معناها تجسد مفهوم النوع الاجتماعي في إطار الاستقلالية لكن قديمة قعدنا في الغنفورسومون دو كاباسيتي وفي لادابتاسيون والمشاركة ريتم التخافاي هكا لو بروغرام دو ترافاي دو ليما حكي على الادابتاسيون والرفورسمون دو كاباسيتي كيف كيف انتقل زيدا في لاكور دو باري بصبغه خلينا نقولوا صبغه قانونيه خاطر لو بروغرام دو ترافاي مش قانون دونك صار في ان اكور دو باري يعني سي ان بوين بوزيتيف اي ايفولوتيف دونك النقطه الثالثه اللي بدلت خلينا الخارطه نتاع الاندماج النوع الاجتماعي في التغيرات المناخيه هو خطه العمل هذا البلان داكسيون جونغ خطه العمل في النوع الاجتماعي علاش بدلت خاطر الدول اتفقت على 5 دومين بريوريتير وعلى اساس ال 5 دومين بريوريتير عطاو شنو معناها فما ان تابلو وين عطاو شنو هما لي زاكتيفيتي لي زاكتور لي زيشيونس لي ريزولتا اي دايور في الكوب 25 نتاع شيلي لو بلان داكسيون يفا فير اون ايفالواسيون دونك خاطر الموندام تاعو في دونك اون 2019 وباش يكون فما ايفالواسيون وتقييم الاهداف وعلى اساس هذاك باش يبنيو اهداف اخرى ويشوفوا اسكو لي زيشيونس اللي عطاوها في هالبلان داكسيون 2018-2019 اسكو خذوا غيالمون بعين الاعتبار الاهداف اللي حطوها في البلان داكسيون هذي دونك تو سا دونك هذا الكل الى ايتي ايفيدامون ما نجموش نحكيوش على الاهداف التنميه المستدامه دونك غفلتي في لي زو دي دي خاصه لو دي دي ايفيدامون 5 اللي هو يحكي على ليغاليتي دي سيكس اي لو دي دي 13 mais sachant que les ODD et le col, on va dire, dépendent de l'ODD 5. Tous t'ajoutent genre faire les stratégies et les plans d'adaptation. Au niveau de l'équité, le tarif et les chinabis et l'eau, qui fait la mise en œuvre de stratégies ou le programme ou les activités majoutes. Mais à la mustawa pratique, مازلنا ما هيئناش رواحنا اش معناها معناها اذا كان في استراتيجي نتاع التغيرات المناخيه ستريكتو سونسو خذينا بالمفهوم الجونغ لكن اذا ما يكفيش على خاطر الجونغ لازم يكون في بوكو دو سيكتور في الترانسبور في الفلاحه اوسي في السياحه في كل المجالات يعني كل ديبارتمون خلينا نقول كل وزاره لازمها تاخو بعين الاعتبار النوع الاجتماعي بمفهوم اللي منتهجته مؤتمر الاطراف اللي هو مفهوم المراه ستريكتو سنسو على الارض الواقع مش مجسد يعني مازلنا لي زاكسيون ما فماش دي زاكسيون خلينا نقولوا كليماتيك سبيسيفيك للجنر للمراه بالمفهوم نتاع معناتها النوع الاجتماعي موجوده وحاجه اخرى ديما زاده كذلك في البراتيك انه ساعه ساعه نكتبوا دي بروجي نكتبوا دي بروغرام كذا جست بور مونسيوني كلمه جونغ ابروش جونغ لكن غيالمون ان تيرم براتيك اي ان تيرم دو ميز ان اوفر ما نلقاوش هذا موجود حتى توا كي تمشي اليوم لنسي اللي هما كيما نحكيو عليهم معناها لي بلو توشي هما نسي كي ترافاي اون فا دير دون لو سيكتور اغريكول خاطر هما اللي يتمسوا اكثر بالتغيرات المناخيه نلقاو انه المفهوم ماهمش مستوعبينه معناها يقول لك مثال ما عادش عندي الماء ما عادش عندي كذا لكن غير ما يعرفش منيش دونك هذا معناها لازم اليوم ان توكا تونس تخدم عليه بور دومان